طبعا اليوم حنتكلم عن الكيس ستدي، طبعا ميلي على النيرسينج دايجنوزز والجول والانترفنشن كيف احنا بنعملهم. طبعا اسهل طريقة فيهم حفرجيكم اياها الحين. طبعا اخر مرة احنا اخذنا فيها الكيس ستدي هذه تقريبا قبل ما يبدأ الوباء. تمام، ربنا ان شاء الله هيك يرفع عن العالم بشكل عام. الحين في عنا طبعا لو طلعنا على الكيس ستدي رقم 2 هذه، طلعنا عليها كيف احنا ما نتعامل معها. يعني انا كطالب الحين اخذت مادة الفاندمنتال، اخذت النيرسينج دايجنوز والجول والانترفنشن، كيف بدي اطلع منها الدايجنوزز، وكيف بدي اطلع منها الجول، وكيف بدي اطلع منها الانترفنشن اللي بدي اعملها للبيشنت. خليني اقرا اول باول. وطبعا نصيحة، كل ما بقرا وبحط اذا كان في عندي اي مشكلة بعلم عليها او بحط تحت خط. ليش بحط تحت خط؟ فعليا انا حتساعدني لقدام شوي ان اقدر اتعرف على المشاكل اللي عندي، بقدر بعد هيك اروح اجيبها من الناندا. طبعا هنا اعمل لي شوية مقدمة عن الحالة برضو ممكن تفيدني، خلينا نقراها. Managing patient with chronic wounds is complex and challenging. يعني بقول لي هنا التعامل مع البيشنت اللي معاهم غالبا جروح مزمنة، غالبا اشي معقد وفي تحدي. Therefore it is necessary to carry out a thorough assessment to identify the key issues. عشان هيك احنا لازم ناخد او نعمل يعني assessment بشكل شامل او بشكل معمق عشان اقدر اعرف ايش الاسباب وراء الكرونيك وند. This study case centers around a patient with a venous leg ulcer. يعني الحالة عنا هنا فعليا عنا leg ulcer. طبعا زي ما تشايفين انا عامل هايلايت باللون الاصفر هنا. تمام، انا في عندي الحين في عندي مشكلة هنا كرونيك، هذه problem، يعني هذه جزء من الدياجنوز. زي ما احنا عارفين اللي هي الدياجنوز اللي هي البي اس، اللي هي البس، اللي هي البروبلم، الاتيولوجي والساين والسيمتوم. عندي اول جزء منها اللي هي في عندي كرونيك وند، يعني في عندي كرونيك بروبلمز هنا، يعني انا ممكن استفيد منها لقدام شوي في الناندا، ممكن اطول اي حاجه فيها كرونيك واستخدمها للبيشنت. تمام، وفي عندي كمان فينوس ليج ألسر، برضه هذه مشكله. تمام، because of her lack of knowledge in relation to leg ulcers she delayed seeking medical advice. يعني بسبب قلة معرفتها بالleg ulcer بتقرحات القدم هي تأخرت انها تحصل على الرعاية الصحية المناسبة. هاي في عندي برضو هنا مشكلة، في عندي lack of knowledge، يعني في عندنا لقدام شوية في الناندا في عندنا حاجة بنسميها knowledge deficit ممكن انا استخدمها. تمام، طبعا الناندا هذه البروبلمز اللي فيها بشكل عام مره مع مره حتلاقي حالك انت حفظت عدد كبير منها. هاي عندي مشكله هنا، وفي عندي كمان في ديلي في السيكينج ميديكال ادفايس. اند هير ليج ألسر ديتيريوريتد افكتنج هير كواليتي اوف لايف. برضو كمان هاي في عندي مشكله ثانيه، الليج ألسر عملت لها مشكله في جوده الحياه تبعتها. يعني هاي في عندي مشكله 2 3، هاي 4 مشاكل تقريبا ممكن اعمل عليهم انا نيرسينج دايجنوز. طبعا احنا زي ما احنا عارفين لازم نرتب حسب الاولويات، حسب البرايورتيز. طبعا انا مش هدق شويه على الاولويات، ليش؟ عشان فعليا لسه ما عندكوش الكم من المعلومات او ما عندكوش الكم من المصطلحات فعليا عشان تقدر تعبر فيها او تقدر تميز. فغالبا ان شاء الله غالبا لما ناخد ميديكال سيرجيكال واحد، تمام، غالبا لما تاخد الامراض فبتبدا انت تعرف ايش الاولويات حسب مازلوز هيراركي، حسب الاي بي سي، حسب طبعا اذا كانت لايف ثريتنينج مثلا سيتويشن. في عندنا كتير شغلات ممكن اعمل عليها البريوريتي. طبعا هي دخل عندي في الكيس، عندي هنا الحين بيشنت اسسمنت. بيقول لي المسز ريان واز 64 years old، يعني عمرها 64 سنة، and live alone. تمام، وبتعيش لحالها. Lived alone.
she presented with large ulcer in her right leg. يعني هي اجت وبتشكي تمام من قرحة في رجلها اليمين. في January 2019 تمام في 2019 the ulcer had been presented for a year and had developed as a result of trauma. يعني الأساس تبع الألسر تبعها كان بسبب التروما. She had tried to manage itself أو it by herself يعني حاولت تعالج حالها بنفسها بنفسها for several months when it was quite small but sought medical advice when she could no longer cope. يعني فعليا هي حاولت تعالج حالها نفسها بنفسها لعدة شهور في الآخر ما قدرتش تعالج الألسر تبعها بعد هيك صارت تدور على النصيحة الطبية صارت تدور على العلاج. طبعا عندنا هنا برضو أنا ممكن أخذ problems في عندي ساكن لحالها تمام وفي عندي كمان الألسر حكينا عنها قبل وفي عندي كمان إنها بتعالج في حالها بس فعليا ما قدرت يعني تعالج حالها كويس ليش في عندها هنا في مشاكل في النولج إيش كمان وفما قدرتش تعمل كمان كوبينج يعني في عندها كمان مشكلة في التأقلم مع المرض. She knew very little about leg ulcers and was very distressed when she presented. يعني هي بتعرف معلومات قليلة عن leg ulcer وكمان هي مضطربة من الأعراض اللي هي طبعا مصاحبة لها. طبعا هذا كله معلم بأصفر فعليا هذه في عندي مشاكل أنا ممكن أستخدمها إني أقدر أحط منها nursing diagnosis. Before planning care and treatment قبل ما نبدأ تخطيط العلاج أو الرعاية a thorough and accurate assessment was carried out to avoid overlooking significant factors. يعني صار في عنا good assessment عشان أنا أتجنب العوامل الثانية أو العوامل الثانية ممكن تأثر على disease بس هي مش سبب المرض. This essential هذا مهم جدا as its usual underlying adverse pathology that caused the wound to be slow healing and not the wound itself. يعني ممكن في عنا عوامل تانية ممكن بتشارك في المرض بس هي مش العوامل الأساسية. طبعا ممكن استخدم منها بعض شغلات بس انا فعليا يعني عقد غالبا في الامتحان بيجي عقد اثنين مثلا ثلاث دياغنوز ففي عنا كمية كبيرة من دياغنوز يعني مش ضروري تغلب حالك وتجيب يعني اشي انت مش فاهمه اللي انت فاهمه حطه في الامتحان. Mrs. Ryan was very healthy lady with no relevant past medical history and no history of previous ulceration. يعني قبل هيك هي هاد البيشنت فعليا فيش عندها اي past history فيش عندها hypertension فيش عندها diabetes فيش عندها heart disease مش موجود عندي هنا طبعا ما بحطه يعني فعليا اذا كان في عندي اي اشي تمام بدعم related to اذا كان مش موجود عندي في الكيس هذا ما بحطه يعني ما بفترض اشي انه البيشنت مع الشغلة هذه فأنا فعليا ايش موجود هنا بستخدمه للأستاذ وبحط له اياه في النيرسينج دايجنوسيس. وهي كمان ما بتدخن did not smoke was active كمان نشيطة يعني جسمانيا and seemed to have a good diet كمان يعني ملتزم بالرجيم الغذائي. However since her leg ulcer began to deteriorate يعني على الرغم من بداية الجرح تبعها منه صار يعني يدهور she had to cut some her activities بدأت أول حاجة تقلل من بعض نشاطاتها. ليش طبعا الحين هنشوف ليش. يعني في عندي أول حاجة هذه طبعا ميزة فش عندها medical history أو disease بتدخن شو هي نشيطة تمام والفود تبعها كويس تمام بس الحين صار في عندها مشاكل. اول حاجة صارت في عندها بعض النشاطات بطلت تمارسها غالبا ممكن يكون في عندها depression او ممكن يكون عندها hopelessness قدام شوي هنشوف برضو. Her leg ulcer was affecting her quality of life فالحين صار في عندنا هنا
الليج ألسر بدأت تأثر على حياتها، التقرحات بدأت تأثر على حياتها. كيف؟ And this is often underestimated، يعني غالبا كمان هذا الشغل ساء تقديرها. She expressed feeling of helplessness and hopelessness، يعني صارت يعني قليلة الحيلة، قليلة الأمل، and lack of control، فقدت السيطرة على حياتها طبعا بشكل عام. She experienced loneliness، يعني صارت هي طبعا هي بتسكن لحالها وحيدة، isolation and reduced self-esteem. شايفين طبعا link ألسر أثرت على quality of life، على جودة الحياة تبعتها، صارت منعزلة، صارت وحيدة، صارت كمان قل عندها الاهتمام بنفسها أو ثقتها بنفسها. ليش؟ The odor and exudate from her ulcer contribute greatly to these feelings، يعني صار في من الجرح تبعها من الألسر بدأت في عنا رائحة، بدأ في عنا في صديد أو قيح بخرج من الرجل من رجلها، تمام، أثر بشكل يعني هي عزلها عن الناس، خلاها وحيدة وعملها isolation، عزل عن الناس وقلل السلف استيم تبعها. يعني عندنا هنا في عندنا يعني جاهزة عندنا الهوبلسنس موجودة اوريدي في الناندا. ايش كمان في عندنا؟ الايسوليشن برضو موجودة الحين حنشوفها، والسلف استيم برضو موجودة، تمام. طبعا كله هذا بدور كمان على التشو دامج في الليج مينلي، او كمان في عندنا في السكن انتجريتي دامج alteration صار فيه. baseline intervention were carried out، يعني عملوا لما راحت المريض على المستشفى عملوا بعض ال investigation، تحاليل blood pressure تبعها، urine analysis، تحليل البول، تحليل الضغط، CBC نعملت، والجلوكوز ليفل برضو نعمل، كانت كلها within normal range. المسز ريان هاد نو نون اليرجيز، يعني فيش عندها اي حساسيات. اند فول كلينيكال اكزامينيشن واز كاريد اوت اند بوث ليج وير اكزامينز، يعني عملوا لها كل التحاليل تمام ورجليها الاثنين انفحصن، ما فيش عندها اي حاجه هنا، تقريبا كله نورمال كويس. طبعا هنا فيش عندها اي تدخل، بس انا بعمل مونيتورنج لها في الانترفنشن. Mrs. Ryan's legs were warm with good tissue perfusion، يعني كمان عنا رجليها البيشنت هذولا في عنا good tissue perfusion. يعني الحين لقدام شوي لما حد يقول لي مثلا alter tissue perfusion بقول له غلط. ليش؟ عشان في عنا good tissue perfusion هنا، تمام، او related مثلا tissue perfusion او alter tissue perfusion او decrease absence tissue perfusion هقول له غلط. ليش؟ عشان في عندي هنا في المعطى اللي عندي عندي good tissue perfusion. ankle flare was evidence on the right leg with some eczema، يعني في عنا انتفاخ في الانكل غالبا في الرايت ليج، وفي عنا اكزيما. اكزيما طبعا مرض جلدي. there were no obvious varicosity، يعني فيش عندنا اي دوالي في الرجلين. دورسالس بيدس اند بوستيريو تيبياليس بولس وير ايزلي بالبابل اون بوث فيت بوت انكل بريكر بريشر اندكس اولسو ريكوردد، يعني فيش عندنا مشاكل في الرجلين الاثنين بالنسبه للبولس. هذا بدل طبعا انه عندنا الجود ارتيريال برفيوجن او بلسيشن، يعني فيش عندنا مشكلة في الارتري. فعليا الالسر غالبا بتنتج من مشكلة في الفين. as ankle pulses are not sufficient to detect impaired arterial circulation، يعني فعليا فيش عندنا مشكلة في الارتيريال، هذه المشكلة طبعا مشكلة فين. طبعا الريكوردينج تبعنا سجل 1.08 we're recording the right leg and the reading of one on the left leg which يعني الحين بقول لهذا القياس غالبا في الارتيريال سيركوليشن از جود، يعني فيش عندي مشكله في الارتيريال بلود سبلاي. كالف اند فوت بامبس وير اسيست اند سيم ساتسفاكتوري، يعني كمان بقول لي ال
الدم اللي واصل لمنطقة الكالف اللي هي العضلة بتاعت القدم، تمام، والرجل، تمام، ممتازة. كمية البلد سبلاي واصلها كويسة. انكل joint demonstrate full movement، يعني فعليا range of motion للانكل غالبا نورمال، فيش عندي مشكلة في الانكل. طبعا الان لو اطلعنا على الناندا الموجودة معنا في الكتاب، فعليا انا في عندي مشاكل معلمات بالاصفر هذولا، انا بدي القى لهن problems من وين؟ من الناندا. لو اطلعنا مثلا على كرونيك ووند طبعا علمناهن وبعرفن هنا. الحين ببدا بطلع على الناندا اي واحدة متناسقة او اي واحدة جاي معه. طبعا هذه مرة مع مرة مع استخدامي الها انا بصير تلقائيا اعرف من غير ما اطلع عليها مرة تانية، تمام. لو طلعنا مثلا decrease cardiac output، هل في معنا مشاكل فيها؟ طبعا فيش عندنا مشاكل في cardiac output كليا. ليش؟ هم بقول البيشنت ما معه اي history of chronic disease قبل هيك، تمام، فبمشي عنها. circulation فيش عندي اشي. ممكن اللي هي عنا لو طلعنا على ineffective peripheral tissue perfusion او high risk for peripheral tissue perfusion ممكن تيجي، تمام، هاي ريسك لقدام. يعني هذا ممكن يصير مع البيشنت، لو بصير معهم ألسر فعليا ممكن يصير في عندهم مشاكل في التشو برفيوجن. بس هنا بقول لي طبعا في الكيس انه البيشنت مالها، البيشنت فعليا ما في عندها مشكلة في التشو برفيوجن. هيها المس ريان ليج وير وورم وذ جود تشو برفيوجن، يعني في عندنا فيش عندنا مشاكل في التشو برفيوجن، بس فعليا في عندنا شوية انتفاخ في الانكل تبعتها. طبعا هذا ممكن يأثر لقدام شوية، ممكن نقول هاي ريسك. طبعا هاي ريسك، إذا قلنا هاي ريسك فعليا يعني بسبب الإديمة أو بسبب السويلينج وبتزبط معي. خلينا نمشي نشوف إيش ممكن في عنا مشاكل تاني أقرب لهذه الحالة. ريسبيريشن فيش عنا مشاكل في الريسبيريشن. فيزيكال ريجوليشن خلينا نمر عليها. طبعا البيشنت تقريبا ستيبل، فايتال تاعته ستيبل، حرارة ستيبل، فيش عندها اليرجي البيشنت حكينا. الكترولايت فيش عندها مشكلة في الالكترولايت. الفلود فيش عندها مشكلة في الفلود، تمام. نمشي نيوتريشن بحكي لي برضو فيش عنده مشكلة في النيوتريشن، برضو بسيبها. اليمينيشن فيش عندها مشكلة في الاليمينيشن، بروح. الحين في عندي مشكلة اللي هي في السكن، في السكن انتجريتي، في عندنا ألسر. ألسر معناته في عندي مشكلة في السكن، تمام. فعندي كتير شغلات. الحين ببدأ أطلع عليهن وين أبدأ أقرب وحدة للكيس ستادي تبعتي هذه. طبعا أنا علمتهم بالأصفر هنا امبيرد انتجريتي، امبيرد سكن انتجريتي. طبعا إذا صار معنا ألسر فعليا صار في معنا دمج في الجلد، معناته صار في عنا امبيرد سكن انتجريتي. طبعا هذه ممكن أخذها كأول وحدة، تمام. وفي عنا كرونيك ووند، في عنا جرح قديم برضو امبيرد سكن انتجريتي، ريسك فور امبيرد سكن انتجريتي برضو كمان ممكن اخده. يعني لو يكون البيشنت طبعا بسبب اللاك اوف نوليدج، تمام، ممكن برضو كمان تطول معاها السكن انتجريتي او ممكن تزيد كمان. امبيرد تشو برفيوجن برضو انتجريتي برضو قلنا عنها، لا بس البيشنت عنا فيش عنا مشكلة في البرفيوجن، بس في عنا ممكن يصير في عنا امبيرد تشو انتجريتي، هي تقريبا نفس السكن، تمام. ايش كمان نضل نمشي حسب المشاكل اللي علمنا عليهن. في عنا كمان disturbed body image، يعني البيشنت هذه صار في عندي مشكلة في السلف استيم عشان اثر على عليها وعلى شكلها فعليا، ممكن استخدمها. risk for chronic low self esteem situational low self esteem، يعني صار في عندها عدم ثقة بنفسها ممكن تصير مزمنة معها. هاي ريسك ممكن تصير مشكلة معها. ليش؟ بسبب الألسر أو الليج ألسر أو بسبب الووند أو بسبب الكرونيك ووند، تمام. situational يعني بسبب الإصابة أو بسبب الجرح. هذا ريسك فور situational، يعني هذه ممكن استخدمها، وهدول الثلاثة ممكن استخدمهم برضو. anxiety برضو موجودة معها ممكن استخدمها. انكزايتي طبعا هذه معظم الشغلات غالبا بتصير مع معظم البيشن. طبعا هاي علامات الانكزايتي اللي هي
اللي هي ال helplessness وال hopelessness وال lack of control وال isolation، هذه كلها بتعزز ال anxiety ال patient، القلق. في عنا acute pain و chronic pain، فعليا هنا ممكن يكون مع ال patient chronic pain، تمام. هذا برضو ممكن اخدها. هيها موجودة عنا ال hopelessness، هيها مباشرة يعني باجي باخدها زي ما هي. powerlessness برضو، powerlessness برضو حلو جدا. lack of control، risk for powerlessness يعني قلية الحيلة. ineffective coping يعني فعليا البيشنت ما هي قادرة تتأقلم مع المرض تبعها. طبعا هي موجودة يعني بالكلمات، هي موجودة هنا، بس انا اذا كان في عندي orientation للناندا هنا فبسهل علي عملية اني اختار البروبلمز منها، تمام. هاي في كمان الاشي المهم اللي هو جاب البيشنت للمستشفى اللي هي knowledge deficit. knowledge deficit يعني هذه هو السبب، هو اللي خلى البيشنت يصير معها الجرح تبعها يتفاقم. شايفين تقريبا طلعنا حوالي بيجي اكثر من 10. risk for infection برضو هذه غالبا في معظم الامراض البيشنت اللي بيدخلوا المستشفيات بشكل عام غالبا بكون risk for infection. انا ممكن استخدمها لبعض البيشنتس بس ببداش فيها. ليش؟ عشان ببدا بالحاجات الاول يعني لها اولوية اكثر، تمام. يعني risk for infection. في عندي كمان ضلت اخر واحد اللي هي الفاميلي يونت. في عندي interrupted family processes يعني صار في عندي تقطع في العائلة فعليا. ممكن الالسر هذه هي اللي عملت لها القصة هذه، يعني انها بصير في عندها السر طبعا وما حدش بيهتم فيها. يعني ممكن هي السبب، يعني في فيش اهتمام فيها في البيت او من الالسر هذه صارت المشكلة. طبعا مش واضحة عندي هنا بس انا ممكن استنبطها. هاي ريسك تمام. اللي عندي هنا تقريبا بكون ممتاز. يعني هاي عرفنا اول جزء من النيرسينج دايجنوز اللي هي البروبلم. طبعا لو انا الحين بدي اعمل دايجنوز لهذه الحاله اللي عندي، طبعا ببدا زي ما احنا شايفين. طبعا في عندي اكثر من دايجنوز، انا طبعا ما بتحطهم في الحاله زي هيك. انا فعليا اذا كان بدي دايجنوز واحد لازم يكون دايجنوز معقول مع عده انترفنشن. انا دايجنوز طبعا المين اللي عندنا هنا اللي هو هذا، يعني عندنا impaired tissue integrity or impaired skin integrity صح related to knowledge deficit as manifested by long term tissue damaged غالبا اللي هي الرايت ليج ألسر. طبعا هي هذا طبعا تابع لجميع الخصائص الكاركترستيك تبعت النيرسينج دايجنوز. عندنا هي impaired tissue integrity اللي هي الجزء الاول من الدايجنوز اللي هو البروبلم related to. وفي عندنا كمان الريسك فاكتور او الكوز، تمام. وفي عندنا الساين والسمتوم. طبعا بعض الاحيان غالبا ما بكون في عندي ساين والسمتوم هنا مع البيشنت، تمام. مش مشكله يعني ما بتغلب فيها. في عندي كمان شغله تانية اللي هي ان افكتيف هيلث مينتيننس، يعني البيشنت مش قادر يدير باله على صحته، تمام. زي ما احنا شايفين الست هذه كبيره فعليا ما بتقدر. ليش؟ في عندها مشاكل اصلا، في عندها مشاكل في النولج اساسا. ineffective health maintenance related to deficit knowledge regarding health care practice. يعني فعليا هي ليش صارت معها مش قادرة تدير بالها حالها؟ عشان في عندها knowledge deficit، يعني فيش عندها معلومات عن المرض. ايش كمان؟ ineffective coping مش قادرة تتأقلم مع الديزيز اللي معها. related to ineffective use problem solving process مش قادرة تستخدم طرق الحل الصح للمشاكل. او ممكن اعمل feeling of hopelessness and lack of control، هذه اللي حكيتها اصلا لو طلعنا عليها فوق هي موجودة. يعني انا باخذ من الكيس اللي عندي وبحطه واستخدم، ما بجيب حاجة من برا، تمام. ايش كمان عندي؟ risk for powerlessness او حتى مش risk for، هي powerlessness يعني هيها موجودة. لو طلعنا عليها هنا هتلاقيها موجودة البيشنت. powerlessness يعني البيشنت او hopelessness البيشنت مش قادرة تدبر حالها. helplessness او hopelessness هي powerlessness، البيشنت فعليا ما هي قادرة، و lack of control، تمام. كل هذه بتدل ان البيشنت powerlessness يعني قليلة الحيلة، تمام. risk for powerlessness related chronic condition طولت معها القصة.
situation low self esteem يعني قلة احترامها لنفسها تمام هذه بسبب المشكلة اللي عندها المشكلة اللي عندها اللي هي leg ulcer relate to perception of inability to handle crisis مش قادر تتعامل مع المرض تبعها العكس هي تعاملت معه في الآخر لقيت العلاج تبعها المرض تبعها بزيد تمام كمان صار في عندها social isolation لو طلعنا هنا صار في عندها loneliness loneliness and isolation low self esteem يعني من الكلمات الموجودة هنا أنا بستخدمهن مرة تانية فعليا ما تجيب كلمات يعني احنا ادينا كتاب تبع النيرسينج دايجنوز هذا كويس جدا انا ممكن اطلع عليه واخذ الكلمات اللي بدي اياها بس فعليا ما بنسخ وبلصق انا بحاول اعمل موديفيكيشن حسب الحال اللي عندي social isolation related to ineffective coping يعني بصير عندها عزل اجتماعي فعليا شان مش قادر تتأقلم مع المرض اللي معاه hopelessness موجودة فوق related to failing or deteriorating physiological condition حكينا يعني البيشنت صار في عندها فش عندها امل او فقدت الامل بسبب فشلها او فشل او تدهور حالتها الجسدية غالبا او اللق هنا ممكن احط بين قوسين اللق ألسر هاي ريسك فور امبيرد سكن انتجريتي طبعا هي امبيرد سكن انتجريتي مش هاي ريسك بس هذا فيردر يعني ممكن نزيد معها اكتر ريليتد تو altered بريفرال تيشو بروفيوجن طبعا هذه مش موجودة عندنا يعني انا حطيتها هاي ريسك بالعمدة انشان لو صار في عندنا دمج بعد هيك ليش احنا قلنا هنا تيشو بروفيوجن عندها فيري جود يعني لو صار دمج بعد هيك هذا عاش سميها انا هاي ريسك طبعا الجول بشوف لكل نيرسينج دايجنوز لازم يكون له جول هنا يعني مش بعمل زي هيك يعني ورا بعض بحط لا كل نيرسينج دايجنوز بحط له جول طبعا انتوا بتشوفوا هدول وبتحاولوا تأقلموهن معهن يعني لو طلعنا هنا امبير تشو برفيوجن ريليتد تو نولج ديفيسيت بدي اشوف اذا كان في عندي مشكلة عشان اقدر احل التشو برفيوجن او سوري التشو انتجريتي يعني سلامة الانسجة من الجرح اللي صار او من الالسر اللي صار يعني لو طلعنا على هذا الجول الاخير the client will experience a wound that decreases in size and has increased granulation tissue after the 4 day of dressing يعني هذا ممكن يلائم ال diagnosis الاول يعني ممكن اخده واحطه هنا تمام يعني بالضبط زي هيك ineffective health maintenance يعني البيشنت مش قادر يدير باله حاله related to knowledge deficit an effective health care maintenance ايش ممكن اخذ من هنا client will demonstrate understanding of plan هذه حلوه يعني البيشنت حيعرف يطبق البلان تبعته يعني البيشنت حيصير يعني يعرف كيف يعمل demonstrate understanding of plan to heal tissue and prevent further injury to leg for the next 3 days stay يعني خلال هو اقامته في المستشفى خلال 3 ايام مش المفروض هو يعرف انه يتعامل مع الجرح تبعه وهكذا طبعا بشوف البقيات او بتعامل معهن حسب النيرسينج بروبلمز او النيرسينج دايجنوز اللي عندي الانترفنشن الانترفنشن طبعا انا مفضل لما اعمل اي حاجه لازم اعمل اسسمنت يعني لو طلعنا على مثلا على اول واحد تمام patient will experience a wound decreases in size has increased granulation after مثلا 4 ايام انا مفضل اعمل assessment غالبا على الكوز ايش اللي سبب لي دمج في السكن انتجريتي او التشو انتجريتي اول intervention اللي هو assist the site of impaired tissue integrity and determine the cause ليش rationale إذا عرفت الكوز etiology of the wound be determined before يعني إذا عرفته قبل هعمل أنا appropriate intervention يعني هعمل تدخل تمريضي غالبا صحيح تمام وبعد هيك برضو بسهل عملية التقييم بعد هيك ممكن أعمل determination of the size length width of the damage skin damage wound
ليش غالبا الاستمرارية والاكيوراسي في ال بدي اشوف اذا صار في تحسن في السكن انتجريتي، غالبا بدي انطباع انه بصير في عندي يعني غالبا بكون انا شغال على جود تريتمنت، يعني علاج صح. ممكن كمان يجي هنا عنا دريسنج، يعني ابلاي دريسنج مثلا كل شيفت، تمام، او اختار النوع الدريسنج المناسب بالنسبة للووند هذا. الهدف منه طبعا كمان اعمل مونيتورنج كمان للسكن لما نغير للدريسنج للبيشنت. طبعا ممكن اكتب شغلات تانية، تمام، طبعا حسب حالة البيشنت. طبعا كمان ممكن اعمل تيتشنج للبيشنت لو بده يصير له ديسشارج بعد هيك، واخلي البيشنت يعمل ديمونستريشن يطبق قدامي عشان اتاكد من البيشنت انه عرف كيف يعمل او كيف يعمل غيار لحاله لو بده يغير مثلا في البيت لنفسه. طبعا ان شاء الله ما قدرش ارجعكم الاوراق الكو بتاعت الكيس ستدي، فحمر على بعض كيسز طبعا لبعض طلاب او طالبات، تمام، عشان نشوف ايش الاخطاء اللي بصير معهم. طبعا اهم شغلة عندنا الخط، يعني الخط، يعني الخط اللي هنا تقريبا شوية يعني مش مقروء بغلب. غالبا لو انا ممكن كمان اعمل خط بقلم رصاص هنا عشان اخليني ماشي على الخط. خلينا نشوف ايش عمل الطالبة او الطالبة هذه كيف بدأ. يعني impaired skin integrity كويس ممتاز، related to trauma حلو، هي غالبا كانت all the trauma معاها. poor circulation مش عندي هذا poor circulation، يعني هذا poor circulation غلط. ليش؟ عشان البيشنت فعليا ما عنده poor circulation، يعني circulation تبعته كويسة، والبيشنت مش immobile، البيشنت بتحرك ممتاز. يعني في عندي واحد صح واثنين غلط. انا ما باخد الشغلة الموجودة في الكتاب مباشرة وبحطها بنسخها، لا، انا بشوف ايش الكيس ستادي عندي بتقول وباخد منها. البيشنت هذه ما بتشكي من بور سيركوليشن، البيشنت هذه مش ام موبايل، العكس البيشنت هذه اكتف، تمام، as evidenced by disruption of the skin surface destruction of skin layer ممكن اعتبرها صح غالبا. ليش؟ ان الالسر موجود. الدرينج باس ممكن اذا كان في معنى الرائحة الموجودة، بس غالبا مش مكتوب صح. خلينا نشوف الجول. Patient will experience healing of pressure ulcer and experiences pressure reduction. مش عارف، اول حاجة غالبا هذا مش مجربل وما فيش عندي تايم. يعني هنا البيشنت صح يبادي صح والكذا، بيشنت ويل اشي معين، تمام، بس مش مجربل. تاني اشي مش فيش عندي تايم باوند، يعني البيشنت هنا حكينا مكتوب هنا not patient smart. smart اللي هي الكاركترستكس الموجودة في للجول، لازم يكون البيشنت هو السنتر الاساسي يكون موجود. ايش كمان؟ النيرسينج انترفنشن assess the skin on admission and daily for an increasing number of risk factor the incidence of skin breakdown directly related to number of the risk factors. vague ومش واضح، غالبا خليكم يعني واضحين، ما بتكتب يعني شغلات هيك يعني مجرد شفتها موجودة في الكتاب بنسخها، لا خليكم واضحين. وكمان الخط صعب القراءة منه. determine ليش التاني، determine the client age and general condition of the skin. elderly client have legs less elastic skin less moisture and having. ما حكى عن الشغلات هذه، هو صحي عمره كبير الست، تمام، بس ما حكى عن الشغلات هذه. يعني لو رجعنا على الكيس ستدي قديش عمرها؟ 64، 64 لسه يعني ستيل يونج، تمام، فغالبا انا ما بجيب شغلات بنسخ بلصق من الكتاب. assess the client awareness of sensation of pressure usually، تمام، اللي عندي هنا ممكن اعتبرها تمام، يعني غالبا اذا كان في عندنا مشاكل في البلد سبلاي ممكن يصير في loss of sensation
بس ما بدي افسر هنا. usually people shift their weight of pressure area. ما بتلزم. شوف اللي بعده. risk for infection related to large ulcer. حلو تمام. بس عاد في ان فعليا انا بدور على actual problems قبل risk problems. يعني كويس هذا انا ابدا فيه، بس مش كل حاجه بعملها risk. يعني انا مش معقوله patient في عنده actual problems اروح اقول له للهاي risk problems، يعني الاشياء البوتنشال ممكن تصير معاه، وسبت المشاكل الاساسيه. يعني فعليا ببدا في المشاكل الاساسيه مع البيشنت، وبعد هيك في الاخر خالص بخلي لي مثلا هاي ريسك بروبلمز. ايش الجول؟ the patient will maintain the body within normal limit with the period of stay. مش فاهم يعني هذا كليا. النيرسينج ديج الجول فعليا مش لوجيك، مش سبيسيفيك، مش تايم باوندد. يعني فيش في اي شرط من شروط البيشنت سمارت. يعني صح هي البيشنت هاي موجودة عندنا، بيشنت ويل اشي معين. ايش هي النورمال ليميت؟ قصده النورمال ليميت لايش يعني بالضبط؟ فايتال ساينز يعني ولا تمبريتشر؟ ايش بالضبط؟ يا ريت يعني مو يعني المفروض تكون يعني بي مور سبيسيفيك مع تايم باوندد اكتر. طيب خلينا نشوف ايش كاتبين نيرسينج دايجنوسيس او نيرسينج انترفنشن. change the client position frequently to maintain the body within normal limits. ايش دخل risk for infection ل change position؟ تمام. يعني اذا كان في عندي ulcer مثلا، او اذا كان في عندي pressure ulcer، تمام، انا بحرك البيشنت بعمل change the position. بس patient infection، ايش علاقة infection في change position الا اذا كان مع bed source؟ تمام. لازم يكون يعني غالبا اكتر يعني تفصيلا، ولها علاقة بالدياجنوزز، والدياجنوزز له علاقة بالجول، والجول له علاقة بالانترفنشن، كلهم ريليتد لبعض. avoid using a plastic cover below when positioning and raise skin temperature. مش عارف ايش علاقتها يعني هذا كليا، ما لها علاقة. يعني لسه انا لو حطيت دريسنج على الالسر، يعني هي المشكلة مش جايب الألسر، لو حطيت دريسنج على الألسر عشان أمنع الإنفكشن برضو لسه أفضل من هذا الكلام المكتوب. يعني الشغلة مش نسخ ولصق. keep the skin clean and dry. cleaning remove substance that chemically injured the skin. يعني لو كان على البيشنت في شغلات، بس فعليا أنا في الكيس ما كتبت أي إشي له علاقة في السكن. يعني البيشنت ما صار بريك داون للسكن بسبب مثلا تقرحات، بسبب كيميكال بيرن او حرق كيميائي. تمام. يعني لازم الشغلات برضو تكون مستنبطة من الكيس تبعتنا. طيب هي في عنا كمان برضو نموذج او طالب او طالبة. risk delay wound recovery. مش عارف اذا كانت موجودة في فنلندا ولا لا. تمام. نيرسينج دايجنوس هذا مش موجود في فنلندا، فما انا ما بحطه. anxiety related to loss of self esteem as manifested by feeling of hopelessness and lack of control. ممكن اعتبره صح هذا مع انه يعني مش اولوية. تمام. risk for infection related to chronic disease diabetes obesity. اوف اوف اوف، من وين هذا جاي كله جاي؟ يعني فعليا هذا البيشنت ما معها اي كرونيك ديزيز. يعني من وين جابت الشغله هذه، او من وين جاب الطالب الشغله هذه؟ يعني البيشنت ما بيشكي من diabetes، ما بيشكي من obesity. تمام. فالشغلات لازم تكون يعني غالبا لوجيك، لازم تكون منطقيه وماشيه مع الحاله تبعتي. هذا غلط، وهذا الاول غلط، الثاني ممكن اعتبره صح مع انه مش اولويه. بالنسبة للجول، طبعا غلط كليا. ليش؟ فعليا احنا ما بنبدأ after appropriate priority setting زي هيك في الجول. يعني الجول في عنا patient will كذا،
حسب طبعا الدياجنوز اللي عندنا هنا بالظبط. هذا من افتر ابروبريت برايورتي سيتنج اوف ذا نيرسينج دياجنوز اند انترفنشن. ما بزبط زيك فعليا خطأ. طيب خلينا نشوف للي بعده. الانترفنشن تشيك ذا فيتال ساينز. انا ممكن غالبا هذه كويسة بس غالبا مفضل انا احطها يعني بوقت معين بحدد واركز على الشغل اللي بدي اياها انا. ايش الفيتال ساينز؟ الفيتال ساينز شغل روتيني انا بعمله تمام، يعني لسه لو بديت في اسسمنت لاشي معين بكون افضل، او حددت اشي خاص بالنسبة مثلا للانفكشن او الانكزايتي ما بدو بشكل عشوائي زي هيك او بشكل يعني صابت او خابت. مش عارف ايش هذه الكلمة with wound apply. الخط يا شباب او يا طالبات يعني انا بالمرة يعني فعليا ما بسد نفس البني ادم هو بصلح، انا مش عارف اقرا ولا حاجة. خلينا نشوف طالب او طالبة تانية. طبعا كويس كويس غطينا على الاسماء عشان ما يصيرش احراجات. impaired tissue integrity كويس، بادي كويس او بادي كويس، بادي او بادي كويس. related to knowledge deficit حلو. as manifested by damage tissue. ايش هادي مش عارف، يعني يا ريت الخط غالبا يكون اوضح. طبعا فيش عندنا مشاكل في الميوكس ممبرين، كاتب او كاتبه جنبها ميوكس ممبرين ما لها علاقه، لازم يكون الشغل من الكيس اهم شيء. الجول كلاينت ويل ديمونستريت اندرستاندينج اوف بلان تو هيل تشو اند بريفنت انجري وذين 3 ويكس. ممكن استخدم هذا الشغل غالبا في لونج تيرم كويس، ممكن اعتبرها تمام، بس احنا مفضل غالبا احنا في المستشفيات نتعامل مع short term. The intervention monitor the status of the skin around the wound. Monitor the client's skin care. مش عارف اقرا تمام. يا ريت الخط تكون واضح، يا ريت الخط تكون واضح، بس بشكل عام يعني ماشي صح او ماشي صح الطالبة هذه كويس. Don't position the client on the side of impaired tissue integrity. Avoid. طب موضح غالبا tissue integrity هي في الرايت ليج يعني تمام، بكتب بوضح. شوف اللي بعده. Risk for injury. Risk for injury related to biochemical dysfunction of من وين هذا؟ يا شباب ويا طالبات يا ريت خليكم يعني غالبا لوجيك، خليكم منطقيين، خليكم سبيسيفيك في الكيس اللي عندنا، يعني ما تطلعوا على الكيس اللي عندنا. انا اديت الكتاب تبع النيرسينج دياجنوز عشان تطلع عليه، بس في الاخر تربط لي بينه وبين الكيس ستادي اللي انت ماخدها عشان ما تشطحش كتير. مش عارف اقرا انا مش عارف اقرا، اذا انتم عارفين بكون ممتاز. الجول طبعا الجول فعليا هنا ما له علاقه بالجول، يعني هنا جولس يعني فيش جول اساسا. مش عارف اقرا انا كمان. الانترفنشن برضو انترفنشنلس نفس القصه تمام، يا ريت ما يكون زي هيك. طيب خلينا نشوف اللي بعده او اللي بعدها. ريسك فور انفكشن قلنا غالبا انا مفضل الحالات، غالبا انا ببدا في الاكشوال وفي اخر اشي بخلي البوتنشال، يعني مش معقول ابدا في اشي متوقع في المستقبل وانا ما حليتش المشكله الاساسيه اللي عندي تمام. يعني غالبا انا بحط مثلا اثنين اكشوال، لو طلبت منكم مثلا في الامتحان بتحط لي اثنين اكشوال وواحد بوتنشال، مش تحط لي اياهم كلهم ثلاثه بوتنشال، بحط لك غلط تمام. لازم تعالج المشكله تاعت البيشنت الاساسيه. Risk for infection related to chronic disease تمام، ممكن اعتبرها صح. Diabetes mellitus خطأ، obesity خطأ، ما لهاش علاقة في الكيس خالص. Knowledge deficit صح، بس غالبا انا مفضل تكون يعني ما تكتر related to عشان غالبا ما تغلبك في الانترفنشن. The patient will
will remain free from signs symptom of infection during my shift. كويس تمام. بس غالبا انا بركز على اشياء معينة في علامات الانفكشن. بس مفضل تعمل spaces between words، يعني غالبا تحط لي مسافات يعني عشان اعرف هل هذه كلمة واحدة ولا كلمات متعددة، يعني انا هيك بحذر. نفس الاشي هنا عندنا، يعني هذا مش عارف اقرا انا، يعني هذا بتحسها كلها كلمة واحدة. يا ريت تخليكم more specific واعمل spaces، يعني دافعين اشي حق السبيس يعني هذه اللي بتحطوه. تمام spaces، هاي شكل مرتب منسق هذا الطالب او الطالبة، برضو ممتاز. nursing diagnosis حلو. ineffective breathing patterns، من وين اجت هذه؟ طب البيشنت كان بيشكي من breathing patterns او ineffective breathing pattern، ما لها علاقة خالص بالكيس، بس هي بشكل عام صح. ineffective breathing pattern related to smoking. هذا ممكن على فكرة مع الكيس اللي قبل، في كيس اخذناها الكيس الاولى كانت فيها المشكلة هذه. تقريبا مكتوب صح. the client will maintain effective breathing patterns at normal rate 15 beat per minute during حسب ال goal أو ال diagnosis. تمام. place the patient with proper مفضل قبل ما أعمل intervention هذا غالبا أنا مفضل أعمل assessment، يعني نصيحة لما أعمل nursing intervention لازم أعمل assessment إيش المشكلة اللي عملت لي in effective breathing pattern. تمام. place the patient with proper body alignment، كيف يعني أحطه مستقيم؟ خليك يعني more specific أكثر، حطه مثلا high fowler position low fowler position. تمام عشان أقدر أحدد بالضبط. هاد شكلها على الكيس القديمة مش الكيس اللي معنا. impaired tissue integrity related to trauma as manifested by damage skin tissue. هاد تمام بس فيش عندنا tender to touch. طيب client won't demonstrate understanding of plan tissue healing. تمام بس غالبا demonstrate understanding of plan اي plan. تمام غالبا لازم توضح او توضح. encourage diet دغري بدأت على الدايت بشكل مباشر او بدأ على الدايت، طبعا هذا لا. والواحد يعني ما بقدر اقول لك عليه خطأ، بس برضو لازم تكون يعني لوجيك في الانترفنشن تبعك. مش معقولة تبدأ في البيشنت في الدايت وانت ما بديتش في الاسسمنت تبع البيشنت، ما بديتش في الانترفنشن بدك تعمل دريسنج، ما بديتش في معاينة المكان اللي فيه المشكلة. في عنا هاي بيشنت تاني reduce self esteem. هي low self esteem related to ulcer disease ممكن نعتبرها صح as manifested by hopelessness و helplessness برضو صح. طيب risk for ulcer pressure related to lack of knowledge. ألسر بريشر ايش علاقته في ألسر بريشر؟ مش موجودة في الكيس هذا. البيشنت مش بدردن، البيشنت بتحرك نشيطة واكتف. تمام مش موجودة في البيشنت هذا خطأ. طيب خلينا نشوف الجول. the client will be effective coping strategy will use effective coping strategy and seek help from a health care professionals as appropriate within my shift. هذه لايش بالضبط؟ self esteem coping strategy. تمام طب ممتاز اللي عندي. ليش سيك يعني؟ شكله يعني ماشي على intervention اكثر منه goal، يعني خليه more specific time bounded اكثر من هيك. the client will demonstrate understanding of the plan to heal skin. تمام understanding of the plan نقطة من هنا. تمام بحطها الوقت الزمن. assess and report possible physiological alteration
وانا بتكلم على السيلف ستيم، وهنا انت عامله على او عامل الفيزيكال التريشن، الخلل الجسدي يعني، خليك غالبا او خليك غالبا لوجيك. طبعا يعطيكم العافية، يا ريت طبعا حبعت لكم انا كمان كيس ستدي عشان تعرفوا تطبقوا عليها بشكل صح. يعطيكم العافية، السلام عليكم.